السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا طريق الساحلي ديال يعقوب منصور بالرباط، طابت البحر على البحر. الطريق الساحلية هذه اللي كتجي من القنطرة ديال سالة الرباط وكتدير لها رهورة تميرة إلى آخره، وكتمشي حتى المحمدية. الطريق كتعرف واحد الحركة كبيرة في الأيام العادية، اليوم كنلاحظوا شويه ان الحركه شويه خفيفه، ومع ذلك ماشي خفيفه كما خصها تكون خفيفه، وهذا كيدل على انه المواطنين ماشي بصفه عامه والبعض باقين ما مستوعبينش اهميه وخطوره الموضوع ديال هذا كورونا فيروس. الله يخليكم الاخوان، تابعوا النصائح، حميوا روسكم، حميوا البلاد معاكم، حميوا بعضياتنا. راه الموضوع ماشي ديال الضحك ولا ديال اللي نشوف بعض القنوات، شي وحده كيقولوا ليها امي نعيمه ولا سميتو، كيستهنوا بالموضوع بواحد الشكل غريب واخدينه بواحد المزحه، وهذا هو الموضوع. راه خطير، وخطير فعلا، خطير جدا. نتمنوا الكل يعاني مزيان بعد المساله هذا، وما فيها باس الانسان ينصح المحيط ديالو وينصح حتى في الحي ديالو الا كان ممكن. نتمنوا التوفيق للجميع، والله الله يحفظنا من هذا الوباء هذا وخلاص.